إذن مشاهدينا، وينضم معي السيد أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي عمان. أهلا بك. أبدأ معك سيدي الكريم من ترقب المستثمرين اليوم بصدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر نوفمبر، وذلك قبيل صدور بيان السياسة النقدية عن الفيدرالي يوم غد. كيف تتوقع نتائج التضخم الأمريكي؟ مساء الخير شهد، شكرا للاستضافة. نعم، أرقام التضخم اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية متوقع فيها أن يسجل رقم التضخم بعض التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية من 3.2 إلى 3.1. بكل تأكيد هو القراءة تعتبر قراءة ناعمة، قراءة باردة بمصلحة الأسواق بتوقعاتها حول تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. الأسواق باتت تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس، شهر 3 عام 2024، بمقدار 40% قبيل صدور أرقام الوظائف يوم الجمعة. بعد قراءة الوظائف أصبحت تتوقع إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 30%، بينما التوقعات الأكبر حول بدء تخفيض أسعار الفائدة في شهر 6 القادم في عام 2024. بكل تأكيد هي قراءة التضخم عندما تأتي بشكل متباطئ إلى 3.1% سوف تعطي الدفع الأكبر في احتمالية الأسواق نحو توقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة، بالرغم من أن جيرام باول رئيس الفدرالي الأمريكي قد أشار بأن الفدرالي الأمريكي لم يناقش، لم يتحاور، لم يتحدث أيضا حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع القادم. اجتماع الغد للفدرالي الأمريكي قد يكون محوره نحو قراءة التضخم الحالية، قراءة التضخم اليوم، فيما لو جاءت قراءة التضخم بشكل منخفض قد يكون هناك بعض الإشارات من الفدرالي الأمريكي حول تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بما يخص المخطط النقطي. المخطط النقطي وهو المخطط الذي يصوت عليه أعضاء الفدرالي الأمريكي، أي توقعات لجنة السياسة النقدية الفدرالية حول أسعار الفائدة القادمة. التوقعات قد تشير إلى إمكانية إدخال الدات بلات أو إدخال تصويت الأعضاء نحو إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، مما يتوقعه الأسواق أو مما يرجوه الأسواق على أقل القول. ممكن أن تكون أرقام التضخم دافعة إلى هذا التوجه، لكن هنا أود الذكر شهد بأن أرقام الكور سي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال راسخ اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية، فالأرقام لا تزال عن مستويات 4% أعلى من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية بشكل كامل، بيانات الوظائف الأمريكية لا تزال جيدة، دليل على أن الوظائف الأمريكية مرنة، مما قد تعطي إمكانية دفع أرقام التضخم في الفترة القادمة من ناحية. من ناحية أخرى، إذا أردنا تفصيل أرقام الوظائف بشكل أكبر، أرقام الأجور لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الأرقام الأخرى وهي أرقام النمو الاقتصادي، الربع الثالث أفرج عنه الولايات المتحدة الأمريكية بأنه 5.2 سجل النمو الاقتصادي انطلاقة جيدة، مخاوف الركود قد تمت إزالتها لفترة زمنية على الأقل. عندما يسجل النمو الاقتصادي بعض الارتفاعات قد يدفع أرقام التضخم لتسجيل ارتفاعات. فعندما ننظر إلى صحوة الأرقام الاقتصادية مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تعطي إمكانية المخاوف من الفدرالي الأمريكي. نعم سيد أحمد، الحالية بكل تأكيد عندما يتجه الفدرالي الأمريكي إلى تخفيض أسعار الفائدة فلن يتجه بعد إلى رفع أسعار الفوائد. فالوقت الزمن قد يحتاج الفدرالي الأمريكي مراقبة البيانات الاقتصادية، كما قد أشار له رئيس الفدرالي الأمريكي مرارا وتكرارا أنه data dependent، أي يعتمد على الأرقام الاقتصادية الحالية. أود الذكر هنا أن الفدرالي الأمريكي وقراراته هي رد فعل على البيانات الاقتصادية، بينما الأسواق وتوقعاته هي تحركات استباقية. فقد يحتاج الفدرالي الأمريكي المزيد من الأرقام الاقتصادية، تباطؤ في التضخم، تسجيل قراءات ناعمة، قراءات باردة للتضخم من ناحية، دفع النمو الاقتصادي لتسجيل بعض الانخفاضات خوفا من أن يسجل التضخم المزيد من القراءات المرتفعة. فتلخيصا للكلام، نحتاج تضخم أقل، نحتاج نمو اقتصادي أقل لبدء الفدرالي الأمريكي بدورة التسهيلية النقدية. سيد أحمد، هذا يدفعني بالسؤال، مع اقتراب العام من نهايته، يعني أيام قليلة تفصلنا عن نهاية هذه السنة، هل بالإمكان القول بأن الفدرالي الأمريكي نجح ولو جزئيا بالحد من التضخم؟ نعم شهد، يمكن القول ذلك. عندما ننظر إلى
السياسة الأكثر تشددية من الفيدرالي الأمريكي منذ الثمانينيات، رفع أسعار الفوائد مما يقارب الصفر إلى 5.5% تقريبا، رفع أسعار الفوائد دفعت أرقام التضخم لتسجيل انخفاضات من الذروة 9.1% نحو 3.2% قبيل قراءة اليوم. فدفع التضخم بشكل متتالي، قراءات متتالية قرابة 3%، خمس قراءات متتالية، فقد يعتبر جيد نوعا ما، خاصة مع الحفاظ على أرقام النمو الاقتصادي بعيدا عن السلبية. عندما ننظر إلى تجديد السياسة النقدية، تجديد السياسة النقدية تكون دافع سلبي على النمو الاقتصادي. فالفيدرال الأمريكي حصل على نقطتين أساسيات، هي تباطؤ التضخم من ناحية والإبقاء على النمو الاقتصادي بشكل جيد. بكل تأكيد كنا قد سمعنا مرارا وتكرارا في نهاية العام الماضي على أن الولايات المتحدة الأمريكية قادمة على مرحلة الركود، وصولا إلى نهاية عام 2023 لحتى الآن الفيدرالي الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي يتجنب الدخول في مرحلة الركود. فهو على ما أعتقد مصر ضمني بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، السيطرة على التضخم، الحصول حتى على السوفت لاندينج، الانخفاض التضخم بشكل متتالي، والحفاظ على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي بشكل جيد. فيمكن القول بأن نعم الفيدرالي الأمريكي قد نجح نوعا ما بالسيطرة على التضخم في عام 2023. كلام جميل. طيب أستاذ أحمد، في دراسة اقتصادية أخيرة برسوم بيانية أوضحت أن سوق العمل الأمريكي تزداد قوة، كيف تنجح الولايات المتحدة بذلك؟ نعم شهد، عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية للوظائف الأمريكية شهريا، الوظائف الأمريكية يوم الجمعة قد تم الإفراج عنها، البطالة قد سجلت انخفاضات إلى مستويات 3.7% من 3.9%، الوظائف الغير زراعية تسجل زيادة في شهرية بمقدار 199 ألف وظيفة تقريبا، قرابة 200 ألف وظيفة، يعتبر جيد جدا اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى الأجور، الأجور لا تزال تسجل أرقام جيدة بالمئة، قرابة 4% على أساس سنوي في الوقت الذي يسجل فيه التضخم تباطؤ. فعندما ننظر إلى معطيات الوظائف الأمريكية فهي تعتبر جيدة نوعا ما، مما قد يعطي الأسواق أن المرونة الوظائف هي مرونة للنمو الاقتصادي. عندما يكون النمو الاقتصادي جيد فهو يعطي نمو للوظائف الأمريكية، والعكس صحيح، نمو الوظائف الأمريكية يعطي النمو الاقتصادي، أقصد هنا الناتج المحلي الإجمالي، إيجابيا. فعندما ننظر إلى المعطيات بين النمو الاقتصادي والوظائف الأمريكية فالأرقام تعتبر إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعطي بأن الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا لحتى الآن على المناطق الإيجابية، مناطق تعتبر جيدة جدا في خضم الفوائد المرتفعة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في الاقتصادات العالمية بشكل أجمع. مما يعطينا عندما يكون ارتفاع في الفوائد اقتصاديا في العالم أجمع، بكل تأكيد العالم هو عبارة عن سلسلة مترابطة، الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مترابط مع الاقتصادات الكبرى، فالفوائد المرتفعة في الاقتصادات تعكس على الاقتصادات بشكل أجمع بشكل سلبي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية مع الأرقام الأخيرة كما ذكرت في شهد، هي تعتبر أرقام جيدة جدا، نمو يعتبر ممتاز جدا جدا حتى الآن في الوظائف الأمريكية، وهو ما أشار له الفيدرالي الأمريكي في المحضر الأخير بأن الاعتدال في الوظائف الأمريكية يعتبر جيد جدا مقارنة مع تجديد السياسة النقدية. نعم. طيب أستاذ أحمد، أنتقل معك إلى منطقة اليورو. بيانات رسمية أظهرت اليوم استقرار معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الماضي، وكذلك تراجع فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة، كيف تقيم ذلك؟ نعم شهد، الوظائف في بريطانيا لا تزال أيضا تعتبر جيدة جدا، حينما ننظر إلى الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، الوضع الاقتصادي بالنسبة لأرقام التضخم، لا يزال التضخم في المملكة المتحدة قرابة 4.6% على أساس سنوي. عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي دائما ما يسجل انخفاضات، لحتى الآن يمكن القول بأن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مسطح، أي هو قرابة 0%، مما قد يعطي أن النمو الاقتصادي عندما يسجل انخفاضات متتالية قد يشير إلى أن الوظائف في الاقتصاد نفسه قد يسجل انعكاسات سلبية. لكن في المملكة المتحدة أيضا الأرقام تعتبر متوسطة لكن ليست سلبية مقارنة مع الأرقام الاقتصادية الأخرى.
المخيف هنا فقط شهد هو الأجور. الأجور اليوم قد سجلت انخفاضات، نعم، من 8% إلى ما يقارب 7.2%. نعم، انخفاض يعتبر جيد جدا، تباطؤ بالنسبة للأجور بشكل جيد جدا، لكن الأجور 7.2% عندما نقارنها بالتضخم 4.6% بالنسبة لبريطانيا، لا يزال الأجور تسجل ارتفاعات عالية جدا، مما قد يعطي انطباعات بأن الأجور مع هذا الارتفاع قد تضغط على التضخم في المملكة المتحدة. لذلك قد ينعكس بشكل كبير على السياسة النقدية بالنسبة لبريطانيا عندما ننظر إلى تلك المعطيات الاقتصادية. بريطانيا قد تتأخر في عمليات تخفيض أسعار الفوائد إلى الربع الثالث في عام 2024، وقد تمر إلى الربع الرابع في عام 2024 إذا ما نظرنا إلى الأرقام الاقتصادية، خاصة هنا الأجور شهد 7.2% كما ذكرت، يعتبر رقم مرتفع جدا في اقتصاد المملكة المتحدة. نعم. أستاذ أحمد، حاب أستثمر وجودك معنا لأستشف منك معلومات أكثر، وسأنتقل إلى أسواق الطاقة. الاتحاد الأوروبي يستعد لتطبيق مزيد من القيود على الغاز الروسي، هل يعني بذلك حسب رأيك عدم وجود مخاوف من نقص إمدادات للخام الروسي؟ وكيف ينجح الأوروبيون بتعويض الغاز الروسي أيضا؟ نعم شهد، عندما ننظر إلى صادرات الغاز الروسي في الفترة الأخيرة قد سجلت انخفاضات في عام 2023 ما يقارب 40% إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة في عام 2022. تعتبر تخلي بشكل كبير على الغاز الروسي بالنسبة للصادرات عندما ننظر لها. الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي بنسبة العشر، أي ما يقارب 10% من الغاز المحتاج في الاتحاد الأوروبي. عندما ننظر إلى كيف تعامل الاتحاد الأوروبي مع التخارج من الغاز الروسي، الممرات، إيجاد ممرات كما قد سمعنا في الفترة الأخيرة، ممرات كانت بين صربيا بلغاريا، ممرات قادمة بين إيطاليا وألمانيا، الاعتماد على الغاز من أذربيجان على سبيل المثال بدلا من الغاز الروسي. بكل تأكيد الصداقة، الدول الصديقة، الاعتماد على غاز خارج الغاز الروسي هو الحل الوحيد كان للاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية والفترة القادمة، مما قد أعطى الغاز أو أسعار الغاز للوصول إلى حالة استقرار. انخفاضات حتى في العام الحالي عندما نقارن الأسعار منذ بداية العام حتى الوقت الحالي، فالسيطرة على سعر الغاز كان له بكل تأكيد فائدة كبيرة جدا على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد دفع أيضا أرقام التضخم شهد بالانخفاضات في الاتحاد الأوروبي، انخفاضات من الذروة ما يقارب أو أعلى من 7% إلى ما يقارب 2.4%، أي نحن قرابة المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مستهدف بنك أوروبا. فالاستعاضة عن الغاز الروسي بغاز آخر كان هو الحل والسبيل، وإيجاد ممرات طبعا لذلك الغاز. كلام جميل. سيد أحمد، حابة أختتم معك في العملات الرقمية، مع أمال بأن المنظمين سيسمحون قريبا بأول صناديق تداول فورية للبيتكوين في البورصة في الولايات المتحدة، هل تتوقع أن نشهد زيادة الطلب على العملة الافتراضية سيد أحمد؟ نعم شهد، عندما ننظر إلى العملات الرقمية في الفترة الأخيرة قد سجلت الارتفاعات نظرا لتفاؤل المستثمرين بإيجاد تشريعات للـ ETF لصناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار وإيجادها عن طريق الشركات أو صناديق الاستثمار الكبرى مثل بلاك روك، فيديليتي، يعتبر ممتاز جدا. الانكشاف على العملات الرقمية مثل البيتكوين الأكبر بالنسبة لصناديق الاستثمار قد يعطي الطلب ويرفع الطلب بالنسبة للعملة الرقمية. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل أكبر شهد في الفترة الماضية بعد انهيار منصة FTX وصولاً إلى الوقت الحالي، الطلب سجل ارتفاع، القيمة السوقية سجلت ارتفاعات على العملات الرقمية وصولاً إلى ما يقارب 2 تريليون دولار. بكل تأكيد الحصة الأكبر للبيتكوين في الفترة الماضية قرابة 50% من مجتمع العملات الرقمية في الفترة الأخيرة. التشريع قد يكون وارد شهد خاصة مع وجود بلاك روك، لاري فينك، بكل تأكيد لاري فينك أحد الأشخاص أصحاب النفوذ الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يمر بإمكانية إيجاد تشريعات بالرغم من معارضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الفترة الماضية شهد. نعم، شكرا لك الأستاذ أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي، كنت معي من عمان، شكرا لك على مجمل ما تفضلت لنا به من إيضاحات.